ما شوية الحقوق اللي وروا فيها، ويني وين هي حقوق ما رناهاش. دموع وتساؤلات عدة يطرحها أهالي ضحايا التعذيب في السجون الذين قدموا شهاداتهم خلال هذا اللقاء الذي نظمته المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب. مش ما همش متمتعين بحد شيء غاديك، وطلبوا طبيب ما حبش يخرج لهم طبيب، قاموا بتعذيبهم، راجلي مضروب على ظهره وكلاويه توجع فيه. نقول لهم معذبينهم، ضرب، حاطينهم في السيلون للبرد، القفيف ما توصلهمش اللي نهزوا هيلهم ماكلتهم. عمليات التعذيب في السجون تتواصل وتختلف أساليبها بعد الثورة. 89% من الاعتداءات موجهة ضد الرجال حسب المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب. 127 حالة متاع تعذيب، لأنه فما فرق بين التعذيب وسوء المعاملة. في اللي جاونا الكل فما 127 حالة متاع تعذيب حسب تعريف القانون التونسي والقانون الدولي. عنا بعض ناس وقت اللي يعذبوهم ويشكيوا يلفقوا لهم تهم ويلفقوا لهم قضايا. عنا 22 حالة متاع ملفات انتقامية. عنا شكايات تقدموا 40. الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب آلية هامة للقضاء على التعذيب في تونس، وتتمثل مهامها في زيارة جميع مراكز الاعتقال والسجون وتقييم وضعية السجين حيثما كان. هذه الهيئة دورها أيضا ليس فقط زيارة هذه الأماكن، بل اقتراح القوانين والتشريعات، إعداد الدراسات، التوقي، يعني كل ما له علاقة بين التوقي من ظاهرة الإرهاب والقضاء عليه. إلى جانب الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب، أكد الحاضرون على أهمية المكسب الجديد في التشريع الوطني الخاص بجريمة التعذيب. مرسوم 104 نص على أن جريمة التعذيب تسقط بمرور 15 سنة. معناتها من المكاسب أنه القانون الأساسي اللي متعلق بالآلية الوطنية لمناهضة التعذيب وهذا جديد نص على عدم سقوط جريمة التعذيب بمرور الزمن. حالات تعذيب مواجهة ضد الأطفال أبرز ما رصدته المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، داعية إلى ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية والقضائية للحد من التعذيب وآثاره.